الكلب العجوز حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مزارع وزوجته، كانا يعملان بجد، ورغم قسوة الحياة كانا سعيدين. كان لهما كلب يعيش بالمزرعة، وكان اسمه سلطون. كان كبيرا وشديد الذكاء، لكنه أصبح عجوزا ولم يعد يتمتع بنشاطه وشبابه. ها، ماذا تقول؟ يجب أن نتخلص منه، لكنه قرار قاسي جدا يا عزيزي. إنه أمر لا بد منه، يجب أن أطلق النار على سلطون غدا، أتفهمين؟ إنه لم يعد نافعا أبدا. لكنه عمل لدينا بجد لفترة طويلة يا عزيزي، فلندعه يعش إلى أن يحين أجله، ما رأيك؟ أرجوك افهمي، أنت لم تري فمه أبدا، لقد سقطت جميع أسنانه. نعم، أترين ذلك؟ لن يخشاه اللصوص وهو بهذه الحالة، كما أنه لم يعد قادرا على حماية الخراف من الذئاب. لا بد من القضاء عليه. ماذا بك؟ ها؟ ظن سلطون أن هذا هو آخر أيام حياته، فحزن لذلك حزنا كبيرا ولم يستطع تحمل الأمر، وأخذ يفكر في عمق، ثم قرر أن يترك بيت المزارع. هكذا الأمر إذن. يا لغدر البشر، لن أثق بأحد منهم. لا تعقد الأمور هكذا، أما زلت تحب البقاء مع البشر؟ حسنا، دعي الأمر لي، عندي فكرة، يجب أن تفعل ما أمرك به، أتفهم؟ في اليوم التالي استيقظت عائلة المزارع مبكرا وبدأت العمل قبل شروق الشمس كالمعتاد. ها، ترى ما الذي حدث؟ تبدو الخراف مضطربة اليوم، ماذا حدث؟ اليوم سوف أساعدك. وقف الذئب متربصا عن قرب مثلما اتفق هو وسلطون، ولكن ترى ما هي خطته؟ يا إلهي، الذئب! شيء حقا، لكن سوف أدع لك الأمر الآن يا سلطون. شكرا ولدي، شكرا، الحمد لله ولدي.
شكرا لك يا سلطون. نجحت خطة سلطون والذئب نجاحا كبيرا، وقرر المزارع الإبقاء على حياة سلطون. وذات يوم كيف حالك اليوم يا عزيزي؟ سبق أن ساعدتك، أتذكر؟ أنا أفكر في سرقة أحد الخراف غدا، أرجوك أن تساعدني، ما رأيك؟ أنت تعلم أن الحياة صعبة وأنا أتوقع منك رد الجميل. نعم. وضع سلطون في موقف لا يحسد عليه، فقد كان مدينا للذئب بحياته في حين اقتضى عمله غير ذلك، حيث كان لزاما عليه حراسة الخراف. ولكن قرر سلطون أن لا يساعد الذئب، ووعد بأن يحمي الخراف ويفديها بحياته إذا هاجمها الذئب. وفي اليوم التالي ظل سلطون يقظا مستعدا طوال اليوم لهجوم الذئب. وعند غروب الشمس ظهر الذئب أخيرا. مرحبا يا صديقي، قل لي هل أحضرت الخروف؟ هيا أعطي. حسنا، سوف أنتقم منك، سوف أنتقم منك، انتظر. اشتد غضب الذئب لما فعله به سلطون، ولم يستطع تحمل الأمر، فأرسل رسالة إلى سلطون يدعوه فيها إلى مبارزته. هذه نقطة، وأخيرا أيها الكلب العجوز عليك أن تحضر مع شاهد لنتبارز أنا وأنت. نقطة، التوقيع الذئب. حسنا، انتهى. خذ هذه وأعطيها لسلطون في الحال. لمن؟ لسلطون؟ حاضر يا سيدي. قمت بتسليمها له يا سيدي، وقد رحب بالحضور للمبارزة وقال بأنه جاهز. حسنا حسنا يا سلطون، سوف ألقنك درسا هذه الليلة، انتظر. وكانت الليلة المحددة للمبارزة، وكان شاهد سلطون قط ذو ثلاثة أرجل يقطن بالجوار، وكان يصدر صيحة تشبه صيحة الوحوش. ترى أيتمكنان من هزيمة الذئب والحيوان البري؟ سنرى. لم يأتي بعد، ربما قرر الانزحام. ما هذا الصوت؟ هل هذا هو الغول ذو الساق الواحدة يا سيدي؟ ماذا؟ غول؟ أنا لا أخاف الغول. نعم. وأنا لا أخاف أيضا. أنا لست خائفا. تعال معي. سلطون، لا يوجد أحد هنا. نعم، انظر انظر. ما هذا؟ لقد فقد الثلاثة وعيهم، وقام الخصم سلطون بمداواة جراحهم. خجل الذئب كثيرا لما أبداه من جبن أمام الجميع، فقرر الاعتذار لسلطون ووعد بأن لا يسرق خراف المزارع بعد الآن.
لقد حان وقت عمل المزارع وزوجته، وهكذا عاشوا جميعا حياة ملؤها الحب والوئام. Oh, shit!